سيارات أو للسيارات إلى السطح مع زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، والذي صرح بأن سبب تأخر تجسيد هذا المشروع راجع إلى القاعدة 49 51. نتابع التفاصيل في تقرير أحمد بوطاف ومنى مالك. حملت زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي للجزائر أخبارا غير سارة للحكومة. جيرار لارشي كسر واجب التحفظ إزاء العراقيل التي تقف أمام فتح مصنع بيجو وسيتروان، حيث ربط تجسيد المشروع ميدانيا بمراجعة القاعدة الاستثمارية 49 51. Cette question du 49-51, nous l'avons abordée, y compris avec le Premier ministre. Elle se pose parce que l'idée, quand on est des partenaires pour longtemps, c'est d'amener aussi des sous-traitants, c'est d'amener les entreprises connexes. Et que ce qui peut être compris par une très grande entreprise, qui chez nous est au CAC 40, est plus difficile à faire comprendre pour une entreprise de taille intermédiaire, pour une petite entreprise. Car le Premier ministre nous disait, mais au fond, la gouvernance appartient au 49. وبين بحث باريس على استثمار رابح وسيادية قانون الاستثمار الجزائري 49-51، تطرح عدة تساؤلات حول ما ستفضي إليه المفاوضات لبحث هذا المشروع. قاعدة 51-49 قاعدة عامة، المنطق انتحى سياسي غير واضح معقد، وبالتالي التنازل عنها يكون دائما يخضع إلى شروط، وهذا الشروط تكون قابلة للتنازل في الطرف الآخر لما يكون قطاع عمومي، ولكن مع القطاع الخاص في الخارج في اعتقادي كل كلام سياسي فهو كلام زائد. الرسائل المشفرة التي حملها جيرار لارشي من باريس لصناع القرار بالجزائر تعد سابقة في التعاملات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا. فهل ستراجع الجزائر قاعدتها الاقتصادية السيادية تحت ضغط سياسة باريس ومناورة الرباط التي تستقطب استثمارات ضخمة على حساب السوق الجزائرية؟